انسبكسيون. خلات عليه لانسبكسيون في طنجة فايا وقلبو، لقاو عندو جميع انواع المخدرات الروينة كحلا، كان شد حبس ديال طنجة كامل كان خاربها بمعنى الكلمة، حتى واحد ما تيحبسو. هي فاش جابوه الميم واحد منير الرماش كان في داك ميم واحد، جابو طباشير حداه. مهم تعرفوا علاش هذا كان حبس طنجة، وعرفوا عاجي من حبس طنجة، دغيا تربطات العلاقة بعضياتهم، بداو تيسولوا على الدراري تما شكون اللي كاين تما، هادي 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 هادي. المهم تصاحبوا بعضياتهم. انا خوتي فين قلت لكم وقعت القضية ديال التخسيرة ديال المدير، هاد القضية طباشير كان ما داروا معاه شكاية، مع حيت انا ملي تلاقينا في لا سونترال قلت له علاش ضربتي المدير وكذا وهادي، قال لي يا خويا السلاوي راه جبت معايا شي فلوس وداك الشيء شي 160000 ريال وراه هزوني وطلقوني فيها، ما تجبداتش ما عرفتش شكون اللي داها ليا، وجات عندي مراتي من طنجه وجات متقله، وانت راك عارف الزياره ديالي انا كتكون متقله، وراك عارف انا خوتي نتوما داك التواشه ديال الشمال كلهم، ورغم ذلك ما خرجوش للزياره. تما طباشير يوسف فين سخط على المدير، جا العيد الكبير ضربوا. انا رجع لكم ليا انايا، انا بقيت معامل مع دوك الناس، الامور ديالي غادا مزيانه بخير وعلى خير، كل شيء واكل كل شيء شارب كل شيء عايش. السخره ديالي غادا في امان الله وحفظه. واحد النهار لعبي الماتش ما عرفتش كيفاش قصت شي واحد فيهم وداك الشيء، بقات يهز في يديه بقات يهز في يديه، انا ما عجبنيش الحال حتى انا يسعرت، قلت له ما كتقى، قال لي لا وما تضربنيش حنا ما لاعبينش على الافراج، قلت له انا راه ما نويتش نضربك، بقى قوتي هما يضربوا في الدراري. قال له السلاوي، قال له هذه راه كره، قال له ما كنتيش تهضر كو قاسك غادي تاخذ كفره ديالك بلا هضره بلا كلام بلا والو، السلاوي ما نواش يقيسك. لا والله ما يبقى معنا في هذا الكارتي، والله ما يدير، والله كذا كذا كذا، بغى يبدا يحيح، مشى عند المدير ديال الحي الامير جرو كذا، قال له راه هادشي راه ماشي فعال ديال الرجوله، قال له لا ما يبيدقنيش انايا، ما يهضرش معايا بديك اللغه ديال الزنقه وكذا وهادي وهادي، قال له راه انت الاولى هضرتي فيه، هو يقول لهم دابا صافي كلكم تقلبتوا عليا، قال لي تقلبنا عليك على كلمه الحق، قال لي حيت داك السيد هادي مده ديال 6 شهور هو معانا ولا 5 شهور ما عمرنا شفنا منه شي حاجه ديال اللعب، المخدرات اللي تيكمع يدبر راسو، تيدير شي حاجه اخرى يدبر راسو، المهم عايش معنا بما يرضي الله، وما تيحافيناش وما تيديرش لنا شي حوايج اللي تيستفزونا، ما كي بزاف ديال الاحترام، ما خلى ما دار، مشى عند المدير الاول دار ليه مقابله، قال له كذا كذا، قال له شوف ولدي نقول لك واحد الكلمه، قال له السلاوي ماشي انا اللي حطو تما، قال له المندوب العام هو اللي حاكم عليه بالسكن الانفرادي مع السلفيين، قال له انا ما نقدرش نخرجو، تيجيني امر من الفوق، قال له بغيتي تجلس تما جلس، ما بغيتيش سير الله يعاوننا ويعاونك، قال له واش غادي دير يا استاذ، قال له حيدني غير من داك الحي، قال له اديني الميم واحد، قال له ما طلبتي غير الموجود، قال له سير هز كواشك وسير الميم واحد. فعلا صرت معاه موظف مشى هز مع كواشو مشى الميم واحد. انا بقيت مع دوك الناس سير ايام وجاي ايام، موظف تمجي عندي بالليل خويا اسمه محمد كذا 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 كذا، دبر عليا انا هذاك الموظف اخوتي ما كنحملوش، ما نكذبش عليكم استغلالي وبرقاق وما كنحملوش، ديجا كنعرفو، قلت له اخويا ما ندبرش عليك انت بالاخص، ما غاديش ندبر عليك على ديك العياقه ديالك الخاويه اللي فيك، انا ما غاديش ندبر عليك. واش نزيدكم واحد القضيه اخوتي، انا ملي جا عندي هذاك السيد ديك الليله انا عرفت شي حاجه مطبوخه ليا ماشي هي هذيك، وباش نزيد نوضح لكم اكثر على ما بغيتش هادشي نوضحو لكم في الاول خليتو حتى لدابا، علاش حتى لدابا باش تنعاود القصه باش ما نبقاش نخرج لكم على الموضوع بزاف. باش اخوتي غادي نجيبو واحد حق عام وغادي نجيبوه وغادي ندخلوه مع السلفيين، هذه الاداره ديال السجن، والا خصكم تعرفوا هذه القضيه ديال الجمهور المغربي الناس اللي ما مدوزينش الحبس، والا حتى باغين فيك الخدمه، علاش باغين فيك الخدمه؟
انت كتكمي وكتقرقعب وكتسكر وكدير كلشي وانت مولف في الضجيج، هما تيدخلوك لتمايا علاش؟ باش انت تحاصر، باش تجهل، باش تبقى تخسر الهضره، باش ينوضوا لك دوك الناس، باش غادي ترون، باش غادي تبلبل. وباش عاوتاني هذه من جهه، غنمشي لكم من جهه اخرى عاوتاني، هما دابا مسؤولين ديال الاداره ديال السجن الحبس، ملي تيدير فيهم شي واحد شي حاجه اولا كيتناقر مع شي موظف اولا كيضرب شي موظف ولا شي حاجه باش تيبغيو يعذبوه، شنو يديروا ليه؟ تيطلعون عند صحاب الحق العام. علاش صحاب الحق العام اخوتي؟ باش نوضح لكم اكثر، صحاب الحق العام الشومبري العيان كتكون فيه 45 46، هذا اللي ما مزموتش، واللي مزموت راه كتكون فيه 50 51 52. هذاك السيد علاش كيطلعوا تما؟ اول حاجه البلاصه ما غايشدهاش، ثاني حاجه الصهد، الزمت، الرفس، العفس، الركش، الريشوات كيتشيروا، القوامل كيتشيروا، ارباب الدين المله. تصوروا اخوتي نقول لكم واحد القضيه، انا حضرت الناس من صحاب السلفيين كيطلعوا من صحاب الحق العام، كيمشي كيطلع نهار اللي كيطلع كيطلع هكو كيدير شي هو منور صفا، كيمشي كيضرب معاهم سيمانه اخوتي، كنشوف فيه كنتلاقى معاه تقول هاد السيد هذا بحالو كانوا حاطينه في شي غار، تيولي وجهو كحل، تيضعاف العينين ديالو، تيتبدلو الملامح ديال داك السيد كيتبدل، باش بهداك الربيج اللي كاين في الغرف الفوق ما تيبقاش يسمع الكلام النقي، تيسمع غير الكلام من الحزام من التحت وغير الارباب وغير الدين والملة. وانتوما عارفين اخوتي لصحاب الحق العام كلشي كيتقرقب، كلشي سكران، كلشي مبلبل، هداك السيد ما تيعيش على خاطرو. وهاد القضية هادي اخوتي انا شفتها بعيني، ملي تيبغيو ينتقموا من شي واحد من السلفيين تيهزوه تيدوه مع الحق العام. وعاوتاني في نفس الوقت ملي كيبغيو ينتقموا من شي واحد من الحق العام كيهزوه كيخشيوه مع السلفيين. وباش نزيد نوضح لكم الامور اكثر، انا اخوتي راه درت معاهم ديك 6 شهور، مره شي واحد كيفرع من صحاب الحق العام كيجيبوه، وديجا جابوا واحد الدري ولكن ما طاحش لهم في الفخ، واحد الدري فتاح الله يذكره بخير، ضرب معنا حتى هو واحد 4 شهور تما ولا 3 شهور وجا الافراج وخرج بحال هادو تما. انا اخوتي حضرت الدراري حق عام باس لي، ماشي مال ديسيبلين، ما كيتسرطو وما كيتمضغو وما كيتصاقو ما والو، كيجيبوهم لتمايا كيحطوه في سيلون اخوتي، ما كيكملش 48 ساعة السيد كيبدا يدق الليل كامل، السيد بحال تيبغي حماق. ما اول حاجه ما مولفش الزنزانه بوحدو، ثاني حاجه ما مولفش ما الانضباط، خصو ملي كيفيق هو كيكمي في المخدرات، هو كيهرف من هنا كيسب من هنا كيخرب، المهم اي حاجه كترشق له كيديرها. ولكن ملي كيجيبوه وكيحطوه معنا حنا تما، بنادم اخوتي كيتلفوا له المواره، العياقه كتحبس، كلشي كيتحبس. علاش؟ بعدا كاين الا مشى حتى خسر الهضره او من الحزام من التحت او المصيبه يا خوتي هي الا مشات سب الرب ولا سب الدين، عرفتي داكشي اللي غادي يوقع ليه، ما عمره ما شافوه في الحياه ديالو، يقدروا يفرسوه. دازوا معايا اكثر من 10 ديال الناس تما، كيجيبوهم كيحطوهم في السفلي الواعر الواعر الواعر، كيضرب 48 ساعه كيهزو، كيقول لهم شيخ شوف المدير شوف رئيس الناقل اديني الكاشو سد عليا، نضرب 45 يوم، نضرب 3 شهور، نضرب 6 شهور، اي ما تخلينيش مع هاد الناس هادو، هاد الناس هادو راه انا ما نستحملش نجلس معاهم، وانا مولف الربيج ومولف الفوضى ومولف الضرب والجرح ومولف كلشي، ولكن انا هاد الكالم وهاد الهدوء وهاد الشيء هذا انا راه ما نقدرش نعيش فيه، راه تخليني هنا راه نحيد شي عنق ولا غادي نحيد شي. هما مقوت اللي باغينو غير يتادب، ملي تيوصل لذاك النيفو وتيطيح له الدرابو، حيت هما هذيك التبهدله هما اللي تيبغيو، صافي ملي كيتبهدل كيشدوه كيديوه عند المدير تيقول لهم خرجوه. ولكن بحالي انا اخوتي هذوك الناس غنجيكم من الاخر، كانوا باغيين يقتلوني، المدير ورئيس المعقل. علاش خشاوني تما؟ عارف اني باسل، عارف اني ما كنتهضمش، عارف اني ما كنتصرطش، وإلا مشيت حتى سبيت ولا عيات ولا هادي غادي ينوضوا ليا. وفعلا هادشي اللي تنقول لكم اخوتي كاين، وتنعاود ناكدها وتنعاود ناكدها، ها هو راه عبد العالي مجاهدين، راه هو علاش هو كتسمعوه
تيتحارب مع الموظفين و الترونسفيرات والروينه وكذا، راه على بحال هذا الابتزاز هذا، وعلى بحال هذا الشيء اللي كيبغيو يديروا ليه، كيبغيو يهزوا يدوه. هو اصلا تيندمج مع الحق العام، غير هما تيبقاو يديروا له العصا في الرويضه. علاش؟ عارفينه بنفسه، عارفينه رجل، عارفينه مقاتل، وما تيتصرفش و تيهضر على حقه و تيدير اي وسيله باش ما يضيعش في حقه. وهذا الشيء راه غيكون اكدوه في بعض الفيديوهات، او من بعد الا سولتوه في التعاليق ديالكم غادي يقول لكم اه هذا الشيء اللي قال السلاوي كاين. هذه كتسمى الحرب البارده ما بين السجناء وما بين الموظفين، لا ديال الحق العام ولا ديال السلفيه. كل واحد كيديروا له المضادات ديالو باش يطيحوا له المعنويات ديالو، باش هما يبقاو يتحكموا فيه كما بغاو. الا كنتي صبار وكنتي راجل وكتعرف تعايش وكتعرف كيفاش تسلك الامور ديالك، راك كتسلك الامور ديالك بلا سبان بلا معيار، مع الاخوه مع حتى شي حاجه، وكدوز معاهم حبسك بخير وعلى خير. الا كنتي في شي شكل راك كتولي طايح في شي مشاكل اللي ما كتصورش على البال. انا الحمد لله مشيت، واخا بغاو يصبوا لي المكيده، عرفت كيفاش نسير الامور ديالي حد ذاك المشكل الاولاني اللي كان وقع. ربي سبحانه وتعالى على قد النيه ديالي، ماشي كنقول لكم انا صحيح ولا انا فرعون ولا انا انسان متدين. واخا كنتحشش وكنت كنتقرقب، ولكن ديباط كنحتارم الناس، كنحتارم الشخصيه بنادم، وكنحتارم دوك المسائل ديالهم، ديك العقيده ديالهم، وداك الشيء كنمشي معاهم على احسن ما يرام. وباش نزيدكم نوضح لكم واحد النويطه اخوتي كثر، هادي التبعينيه تما معاهم. ما عمري انا كنت كنعرف هذا الشيء هذا، انا كنت كنعرف بان الاسلام دين واحد، والجماعه اهل السنه، اهل السنه والجماعه. معنا ما كنعرفش انا كاين جماعات مفرقين الا حتى تمايا، باش نكونوا واقعيين صراحه. كاينين اخوتي واحد النوع فيهم كتم غادي مع الكروه بحال هكاكم، كتلقى سيلونات فيهم التلفازات وسيلونات ما فيهمش التلفازات. ملي كنجي نستفسر كاينه واحد الجماعه تيقول لك التلفازه حلال، ملي كتمشي عند الناس اللي ما عندهمش التلفازه كتقول لهم اختي نتوما علاش ما دايرينش التلفازه، وانتوما زعما كتزوروا بخير وداركم كيجيو عندكم، كيقول لك اخويا التلفازه حرام. هذه الاولى. حاجه اخرى، كاين وحدين اخرين كتلقى عندهم الراديو، وحدين اخرين ما كتلقاش عندهم الراديو، نفس المشكل. هذاك هذوك تيقول لك الراديو حرام، وهذوك تيقول لك الراديو حلال. هذا الشيء كاين وشفته بعينيا ونشهد عليه غدا يوم القيامه، كلها والعقيده ديالو كلها، وداك التقاليد ديالهم وكل داك الشيء ديالهم همايا. هذا الشيء انا شفته بعينيا. غير هي حاجه وحده، انا راه ما عمري شفت منهم لعيب، ما عمري شفت منهم شي حاجه خايبه. ما عاد تنقول عاوتاني هذاك النهار الاول، داك خينا اللي بغى يغلط فيا، صدقت انا وياه في مشكل، حتى دخلوا الرجال ودخل داك الشخص اللي قلت لكم ودخل الامير ديالهم، ويقول لهم داك الدري، قال لهم الا بغيتوا تتاكدوا من الصحه ديال القول ديالي، قال لهم كلكم عندكم التليفونات هزوا التليفون وعيطوا للسجل المركزي، يقول لي عنده شي صاحبه في السجل المركزي في حيجي، ما راه يقول لكم السلاوي شكون هو اللي ما تيعرف السلاوي. فعلا سولوه داك الشيء، وهادي لقاو داك الشيء كله كاين. هذه هي القصه ديالي مع السلفيين. بقيت معاهم قلت لكم 5 شهور، طباشير ضرب المدير، نهضه تروينه كحله، طباشير تهز مشى لا سونترال. انا يا بقيت تمايا موراه تقريبا واحد الشهير صافي. المهم هما عايقين بيا، ولكن تيدرموا عليا اللفايات، انا ما كنكذبش عليكم صافي. وبديت كنتعصب، ولكن في نفس الوقت ما تلقاو عندي حتى شي حاجه. بداو تيكتبوا الاداره المندوبيه باش انا نخرج من تمايا. فعلا ضربت معاهم 7 شهور ديال الحبس. واحد النهار انا جالس ما هنا فين كاينه النكته، وشوف اخوتي هما فين كانوا تيحفروا ليا لانني انا ندخل تما ونوقع في مشكل ونتقتل ولا يقتل شي واحد ونسخ مدبر غارق عليها. المهم غيوقعوا مشاكل كبيره. ربي سبحانه وتعالى عز وجل كما قال ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. ضربت كملت معاهم 7 شهور، حتى واحد الصباح كيوقفوا لي عند راسي، اسمو محمد نوض جمع حوايجك. فين جمع حوايجي؟
انا باقي بلا احكام، باقي ما كملتش مازال السنه ديالي. سحبني انا شي ترونسفير وجاي قال لي غادي تخرج من هنايا غادي تطلع الحيبه. انا جاتني من جنتي والناس ما نكذبش عليكم ماشي على شي حاجه غير باش نخدم تير عندي كلك قدامي كنخرج وندخل. اما ملي كنت مع السلفيه باش نزيد نفيدكم اكثر ونوضحوا الامور اكثر، القريه ديال الكارتي راه ما كنخرجش منها، ممنوع عليا ما عادي الا كنت غادي للزياره ولا غادي للطبيب ولا غادي للمقابله ولا غادي للشؤون الاجتماعيه ولا كنمشي للحانوت. وكيمشي معاك موظف ولا جوج كتقضي دوك المسائل ديالك وكتعاود ترجع بحالتك للكارتي ديالك. انا راه بديت كنشوف يوم صافي بديت كنجمع حوايجي، هذوك الدراري اللي مقابلين معايا بداو شي شويه بديت كنجمع حوايجي. مالك اخويا السلام فين غادي؟ قلت لهم اخوتي راه جاو هاد الناس هادو، راه قالوا لي صافي جمع حوايجاتك راه المندوب راه عطى امر باش تخرج بحالاتك انت من هادشي مع الحق العام، راه التقارير ديالك كيمشيو مزيانين كلشي مزيان انت ما غاديش تبقى هنايا. حتى المدير حتى هو كان وكلشي كان. وانا ما كذبش عليكم السلعه ديالي مشتة عندهم كما قلت لكم في الاول اخوتي، كلها وشنو حط عندهم. انا خصني نبقى دابا نهل فيهم كيفاش ناخذ السلعه ديالي. ناضو هما دوك الامير ودوك كلهم كاع الرؤوس الكبار ديالهم مشاو، المدير راه كاين معاهم. بداوشي قال لي دلا السلاوي راجل مزيان ما عمر شفنا منه العيب، وكيصلي الصلاه بالوقت وكيقرا معنا القران وملي جا رمضان بحال هاد الوقيته اخوتي تنصليو التراويح وتنقراو الحزب جماعه وتنجمع الشعائر الدينيه كنديروها جماعه، واخا انا ماشي معاهم حتى انا مندمج معاهم وعايش معاهم وكنعرف ندير كلشي. علاش؟ انا قلت لكم اخوتي 20 عام وانا كنصلي. وانا ينجر واحد خينا من دوك 14 واحد اللي كانوا معي في الحزب، عطيتو واحد البونجا ديالي اللي كانت من اللي كتكون من تحت الرولو قليضه، قلت له انت اخويا هاي ديك السلعه اللي عندك غادي تحل هادي بالفرواي وغادي تخشي فيها دوك المياوات كاملين وغادور لي عند الدراري غتجمع لي ما عندهم ديك الصخره وغادي سميتو كامل غادي تفرعها من الجناب كامله وغادي دير فيها دوك البلايك. وعطيتو واحد الجقراعي ديال الكولا قلت له البلاصه اللي حليتيها وستفتي فيها السلعه من الداخل ضرب الكولا وعاود جمعها سده. فعلا داك الرجل المسكين شوفوا الرجل اخوتي كي داير صراحه ديال الله. بقيت انا كنعطل وكنجمع انا راه فيا ما نمشي وحتى من بعد ونجيب ديك البونجا ديالي، ولكن خفت عليها لا تمشي تقلب واللي يكون طلع علي بنادم في الطريق ولا شي حاجه ولا تقاس ولا هادي. اما دوك الناس راه ما عندهم ما يقيسوا ليا في ديالي صراحه الله رجال. صوب لي ديك البونجا ديالي وحق الله العظيم اخوتي نتوما قولوا الله اعلم، وانا اللي خرج عليا رمضان بسلام. الى الموظفين تيجروا والسلفيين تيجروا والو خليو معنا خويا السلاوي. ما نكذبش عليكم اخوتي من الاخر انا كنافعهم في كل شيء اللي بغاو تنحضر عليهم وتنتعامل معاهم وكل شيء كارت ميموارات يو اس بيات شارجورات تليفونات وما كنتحاسبش معاهم في الثمن، واللي عنده مرحبا واللي ما عندوش مرحبا ودفع. غادي نزيد نوضح لكم قالت لي واحد جوج دقائق في كارت ميموار اخوتي هاد النهار هذا خرج فيه بحالاتي مشيت بحال اللي عند الحق العام. انا عاود لكم واحد الطريفه اول مره تنشوفها في حياتي، واحد السيد طويل تبارك الله وعامر شي قبال يلاه درت معاهم شي شهرين، جابوه اخوتي دخلوه عطاوه واحد السيد من بوحدو خلاوه تمايا مع شي 3 ولا 4 ديال الصباح تكنسمعوا السيد اللي كيغوت. شنو دار هذا السيد هذا اخوتي؟ اقسم لكم بالله هاد ما عرفتوش انا لحد الان علاش دار داكشي وما بغى يقول حتى شي واحد علاش داكشي. من تما هزوه من عندنا لداك الحي جابوه حطوه تما ثبتهم مشاو بحالاتهم. اش داروا؟ مشى نتف السلوكه ديال الضو وحلهم وطلق الماء في الارض وشعل داك الضو وطلق داك الخيط ديال الضو مع الماء في الارض. عرفتي داك السيد كان طويل وكان عريض، عرفتي الا رد ليه ملي جي ملي مشى حطنا نشوفه في الفرملي سيد بحال تشوط ما ماتش، ولكن بداك داك الضو وداك الماء اللي بقى شادو في الماء سيد بحال تخلخل كاع. من تما هزوه خوتي لسبيطار الحماق، داك الضو مع الماء الماس ديال الضو مع ديال الماء لعب له على عقلو. تقريبا شي 4 شهور ولا 5 شهور هو في السبيطار ديال الراس. عاد عاوتاني جابوه ردو لينا هادشي اخوتي. هاد الحكايه ديال هاد السيد هذا اللي قلت لكم ديال دار الضو مع الماء وطلق الماء في الارض وشدوا الضو، هادشي راه كاين واقعي. دوك الناس
خطر الصراحه ديال الله. ولكن علاش دار هذه الكارثه هذه لحد الان؟ ما عمرو قال لشي واحد حتى من دوك السلفيين ولا قال لشي ليا انايا، داك السر بقى عنده. علاش؟ الله اعلم. هذه هي القصه السلاوي مع السلفيين اخوتي. سالت هنايا 7 شهور ضربتها مع الخوت هكا بسلام، ما كان لا مشاكل لا والو، صورت فيها فلوس، عشت انايا، عيشت معايا الناس بخير وعلى خير والحمد لله، وما كاينش المشكل. هذه هي القصه ديال السلاوي مع السلفيين. اللي بغيت نوضح لكم اخوتي هو انني راه ان شاء الله باذن الله غدا ان شاء الله ولا بعدو غادي نعاود لكم على المشكل ديالي ديال 2003 ديال البوطات والمالقطع مع ديك الشده ديالي، ديك الشده القاصحه اللي هي اخر خدمه عندي اللي فيها مشاكل كبيره وفيها حرب مع رجال الامن وفيها مشاكل وفيها قرطاس وفيها بزاف ديال الحوايج اللي ما كيتصوروش على البال. وعلى اثر هذا المشكل هذا ديال هذه المراره هذه فين علاش انا بغيت نعاود هذه القصه هذه؟ حيت وقعوا انتقادات من طرف يوتيوبرات وجاهم داك الكميه كبيره وجاهم داك الشيء كبير. انا تعمدت غادي نعاودها لكم بالتفاصيل ديالها بكل شيء ديالها ان شاء الله مور هذه الحلقه هذه. تسناو اخوكم سلاوي قصه زوينه ديال البوطات والمالقطع والتجاره في المخدرات وفي الهلوسه وكان عندي فيها 11 فصل كنت غادي نغرق فيها، قلت هذيك هي اخر شده عندي في حياتي. لهذا اخوتي كنودعكم وغادي نخليكم على خير، وكما ديما وليداتي الدراري الصغار شوفوا هذا المشكل اللي عاودت لكم مع السلفيين، راه يقدروا يهزوا اي واحد فيكم يخشيو مع السلفيين الا ما كانش عقله كبير وما كانش ناضج وما كانش كيعرف يتصرف وما كانش مؤمن بالله. غادي يطيحوك في الفخ وغادي يخرجوا عليك وغادي تعوقب ولا غادي تقتل، وحده في الجوج، يا قاتل يا مقتول يا معوق يا عوقتي شي واحد. غنعاود نجدد لكم النصائح اخوتي، انا راه نعاود لكم هذا الشيء بدون افتخار بدون اجرافه بدون تمثيل بدون حتى شي حاجه، بكل تواضع واحترام. علاش انا كنعاود لكم بهذه الطريقه هذه؟ هذه طريقه سلسه باش ما كنخليش الدراري يتانسبيراو مني، باش ما نبقاش نزين لهم الحبس، باش ما نبقاش نفخ لهم في الحبس. هادشي علاش كنعاود بطريقه سلسه وطريقه زوينه وباش ما نخليهمش يتاثروا. وهادشي انا راه ديما تنقول لكم، هادشي راه تنعاودو لكم باش تاخذوا عبره، ما تاخذونيش قدوه، وعيشوا حياتكم بسلام وتهلاو في والديكم، واللي عنده شي وليدات يتهلا فيهم، واللي عنده شي حباب يتهلا فيهم ويبعد من الحبس. راكم شتو الحبس كيولا دابا، القمع والعصا والتعذيب والكشوات، وسوارتي تخرج صحيح، سوارتي تخرج معوق، سوارتي تقتل، سوارتي يقتلوك، سوارتي تعوق، سوارتي يعوقوك. على ود هادشي اخوتي حنا كنعاودو لكم هاد القصص وكنوضحو لكم اكثر باش تبعدو من هاد المشاكل هادو. هادشي راه ما تيخرجش اخوتي، الحمد لله وشكروه. اللي عنده شي ميمه وشي باه يتهلا فيهم ويلتزم ويشترك الصواب، وما عندكم ما ديروا بمشاكل. وانا راه ديما غنبقى نصحكم وديما غنبقى ندعي معاكم وديما غنبقى نحبكم وديما غنبقى نموت عليكم، سيرتو دوك الناس اللي كيتصنتوا ليا وكيعيطوا ليا وكيقولوا لي خويا السلاوي الله يعمر لك الدار، والله يجازيك بخير على هاد النصائح اللي كتعطينا وهاد الافاده اللي كتفيدنا. كنطلب منكم اخوتي تاخذوني عبره وما تاخذونيش قدوه، باش يمكن لكم تشقوا حياتكم وتمشيو بسلام وتقراو وتعيشوا في سلم وسلام وطمأنينة. لهذا اخوتي انا غادي نخليكم حتى القصه الجايه ان شاء الله، وغادي نتباشر معكم، وسمحوا لي بزاف اذا كنت عطل عليكم ولا كنغيب عليكم، راه ماشي لخاطري. وانتم عارفين السلاوي تيخدم بدراعو تيجيبها بدراعو، تنجي عيان من تماره الا تنصطلى شويه مع وليداتي ومع داري
ندوز نشوف مامتي وخوتي تنجي عيان يلا تندير الواجبات ديالي وتنعس انا شويه وتنرتاح، ما تيبقاش عندي العقل ديال المعاوده، تنكون ستريسي. هذا خوتي قبلوا علينا ورحبوا بينا، وانتم مرحبا بكم عند خوكم السلاوي، وراه عندكم النمره ديالي. وبغيت نجدد واحد الميساج اخوتي بمناسبه هاد 10 الاواخر الاخرى ديال رمضان. سمحوا لي شي ناس الا ما جاوبتكمش في الواتساب ولا في مكالمات ولا شي حاجه، راه عليا الدرك في هاد العواشر هادي، كلشي كيعيط ليا، كلشي كيتصل بيا في الواتساب، تنعيا ما نجاوب وما كنجاوبش على كلشي، وتنعيا ما نجاوب في المكالمات، وكنبقى نهضر مع الناس وكيبقاو يبانوا ليا لي زابيل داخلين بزاف، راني ما كنلقاش كيفاش اخوتي نقطع على واحد الانسان في وجهه ونجاوب واحد اخر. تنحشم باش نجيكم من الاخر، تنحشم اخوتي نقطع على واحد الانسان ونجاوب واحد اخر. لهذا تنقول لكم اخوتي اللي ما قدرتش نتواصل معاه يسمح ليا ويعذرني، راني ماشي لخاطري، واللي كنجاوبو راني كنجاوبو، واللي ما كنستطعش نجاوبو راني ما كنستطعش نجاوبو. وهذا هو الاخر ديال القصه، وهذا هو الاخر ديال هذه الحلقه هذه، وتنعتذر وتنعاود نكرر الاعتذار للخوت اللي ما كنستطعش نجاوبهم. الله يكبر بكم والله يسهل عليكم كما كتكبروا بخوكم السداوي، والله يجازيكم بخير، والى اللقاء في قصه ولا في حلقه مقبله ان شاء الله، وما يكون غير الخير ان شاء الله. والله يفاجئ علينا وعليكم اخوتي المغاربه اللي داخل ارض الوطن واللي خارج ارض الوطن، والتزموا البيوت ديالكم، ما بقى والو في هذا الحجر الصحي، بقات غير واحد 20 يوم ندوزوها بسلام، ونضبطوا مع السلطات ونضبطوا مع القانون. والحمد لله راه المغرب ديالنا غادي مزيان، ما فيهش اصابات بزاف، ما فيهش الموتى بزاف، خلينا منضبطين، خليونا في ديورنا، خليونا ملتزمين بدون خروقات، بدون حتى شي مشاكل، باش الامور ديالنا تمشي بخير وعلى خير، والبلاد ديالنا تبقى الحمد لله نقيه وما تكونش فيها حالات كثيره بزاف بحال دول اخرين راهم حاسديننا وما حاملينناش، حيت حنا ملتزمين، التزمنا قبل منهم وانضبطنا. فلهذا تنطلب من المغاربه كاملين اللي داخل الوطن وخارج ارض الوطن يخافوا على راسهم، يخافوا على والديهم، يخافوا على وليداتهم، وما يتهوروش، واللي عنده شي غرض طارئ يمشي يخرج يقضي ويدخل بحالاته. راه الصحه خوتي راه غاليه بزاف، تهلاو في صحيحتكم وتهلاو في حبابكم وتهلاو في وليداتكم وتهلاو في خوتكم، وما غيكون غير الخير ان شاء الله، وربي غيرفع علينا هذا الوباء وحنا ان شاء الله بسلام. وتحياتي لكم اخوتي، والله يكبر بكم ويسهل عليكم، الى اللقاء.